رجعنا مرة أخرى وياكم للأري. إذن الأري أيضا ممكن يحتوي على another array في داخلها، يعني ممكن أني أضع هنا for example، طبعا هذا كون أرقام أنا خطأت، الأرقام ما تحتاج إلى أنه أنت تضعها في داخل double quotes. Okay, you don't need to make it double quotes. هلأ هون delete this one، control alt للأسفل. هنا ممكن يحتوي على another array في داخلها، ممكن أعرف array okay like this وأضع في داخلها مثلا A B C. okay، إذن array inside array. إذن عندي أكثر من طريقة أنه أعرف فيها الـ indexing array. هلأ كيف أني أعرف الخانات، أو كيف أنه أني أطبع فقط عيسى، أو أطبع فقط 31، أو أطبع فقط A. أوكي، هلأ بنجي هنا نكتب إيكو. هذا الإيكو هنحدد فيها الأري. أوكي، هلأ إذا بدنا نطبع هنستخدم القوس المربعات، المربع هيكون أطرافه مضلعة كمربع، ونكتب هون مثلا for example 0. إذا خلنا نعمل Alt للأسفل، فينا نكتب هون 1 وهنا نكتب 2. دائما انتبه الأري بيمشي على بيعد بطريقة الكمبيوتر from zero، من الزيرو يبدأ، ليس بطريقة الإنسان. إحنا نبدأ من واحد، أوكي؟ الأري دائما من الصفر يبدأ بكل لغات البرمجة متفقة عليها. فإذا أنا هسا حامل إيكو الآن، أوكي؟ هسا يعني الآن. خلونا نعمل run to this array.php. هلا بلاحظ إنه arrays، أوكي arrays. لأنه إحنا هون لاحظ ظهر عندي محمد عيسى حميد. هلا هون لو إحنا نعمل br echo br okay like this okay this one فارزة منقطة لا ننساها، نعمل هون أيضا save look at this refresh محمد عيسى حميد this is perfect. هلا إحنا استطعنا انه استخراج الكلمة المراد من عندها، او مثلا احنا ردنا محمد اوكي 0 مؤشر لمحمد، 1 مؤشر لعيسى، 2 مؤشر لحميد. اضف الى ذلك ممكن تستفادها في اليوزر نيم اند باسورد والداتابيز مانجمنت، حناخذها اكيد بامثلة لما نوصل لموضوع الماي اس كيو ال داتابيز. فهنا ممكن انه انت تستخدم شو مثلا فور اكزامبل انت عندك مجموعة ادخالات من اليوزر، يوزر نيم باسورد والايميل او الايدج وات ايفر كان، ممكن تضعها في داخل الاري. بعد ذلك لما تريد تدخلها في داخل الداتابيز فيك تعمل شو، تعمل كونكاتنيشن او تعمل اساينمنت، عفوا تعمل اساينمنت للاري انه اري هذا الخانه هو يوزر نيم في الداتابيز، اري هذه الخانه هو لاست نيم في الداتابيز، اري هذا الخانه اوكي هو الايميل. اوكي، فبهيك حاله الاري حيوفر لك كثير انه انت تعرف فاريبلز، وحيكون عندك ليس كود، كود اقل صح. اوكي، هلا انت ممكن تستخدم نفس الطريقه هذا للاعلى. هون لو نجي نعمل كنترول الت للاسفل بيطبع لنا النسخه الثانيه، لكن حنستخدم هون الايجز. هلا هذا الايجز 1 حتى يكون مختلف من السابق، 1 2 3 سيف. هلا ريفرش سي ذس 1 21 31 41. زين، هلا لو اني حاولت انه اجتاز هذا الاري، هلا الاري 0 1 2، لو انا اجيت هون كتبت فور اكزامبل 4 او 5 وات ايفر كان، 5 مو موجوده في الاري، خلونا نشوف شو اللي راح يحصل. عفوا اللي يحصل حيظهر عندك undefined offset 5. المقصد بال undefined offset بمعنى انه انت ما عرفت الاندكس رقم 5. الاندكس او الاوفسيت او الخانه هي نفس المصطلح. اوكي، فبهيك حاله ما نقدر نستخدم الخمسه. شو سيف ريفرش، لاحظ. فاذا اني ايضا استفاد من الاري الاري انه كبوكس بيحتوي على مجموعه اشياء انا بدي اضعها في داخلها، بدل انه اجي اعرف كل واحد على حده. هلا خلونا ناخذ فكرة أخرى، إنه في الأري سوري إنه ممكن إنه
like what. هلأ في الarray الثالث الages بنلاحظ في داخلها array another array صح؟ خلونا نطبع هذا الarray. Control Alt للأسفل. Okay ages one number two بمعنى الخانة الثالثة صح؟ واحد صفر واحد اثنين number two. خلونا نشوف شو اللي راح يظهر لنا. Save refresh notes array to string conversation and هذا htdoc online array ظهر عندنا error. اوكي ظهر عندنا error انه array to string conversation وظهر عندنا ملاحظة هي ليست error خلينا نقول عفوا ليست error وانما هي ملاحظة انه الخانة اللي انت بتبحث عنها الindex هي array اوكي في داخلها array اعطاك notes اوكي مو warning او error اعطاك notes ملاحظة انه هذا هو array اوكي هلا اذا انا بدي اعرف المحتويات هذا الاري بدي اطبع مثلا فور اكزامبل a هلا هو اعطاك ايضا string اوكي في داخلها string هلا اذا بدي انه اطبع ال a في داخل هذا الاري كل اللي احتاجه انه اجي اكتب هون الاثنين اللي انا كتبته مجرد انه اضع فيها مثلا هلا هذا حيكون في القوس الآخر المربع حيكون شو حيكون في داخل الأري إذن هذا يمثل من يمثل الأري الداخلي ولو حبيت أنه أطبع for example البي البي يمثل صفر واحد صح وهذا اثنين خلونا نطبع الاثنين اللي هو السي هلا لو كتبنا هون أيضا اثنين وعملنا السيف عمل refresh أوكي طبعنا السي بمعنى أنه أنا أستطيع أنه أطبع في داخل الأري كذلك This is good, which is good. Okay. فممكن أيضا ممكن أيضا أقوم بإضافة أشياء للأري. يعني هلا أنا عندي أري هون بس أنا في وصلت لمرحلة إنه أنا بدي أعمل update لهذا الأري. ممكن إنه أعمل إضافات لهذا الأري. For example, هون أنا عندي names. Okay. خلونا نعمل إضافة. Control Alt للأسفل. هلا هون حيكون also names. اوكي لكن names قديش الخانه اللي انا بدي اياها خلينا نشوف 0 1 2 اوكي هذا حيكون في الخانه 3 names هذا names equal حنعمل له assign طبيعي assign اعتيادي هذا حيكون assign لإلمن فليكن عيسى مره اخرى فحعمل save هلا بعمل refresh الاحظ انه تم اضافه عيسى that's it اوكي names الخانه الثالثه اللي انا عملت لها assign اوكي عملت لها assign even اذا انا جيت هون لاحظ ممكن هم اعملها بهذه الطريقه v equal لمن equal ل like this فارس منقطه save هلا بعمل refresh still عيسى اوكي اذا adding elements to الarray اوكي هلا احنا عندنا شيء اخر ممكن انه نستفاد من الاري فيني اضيف ايضا هلا هذا في الخمسه في الخانه رقم 3 لو انا مثلا خلونا نوقف هنا نكمل الدرس القادم مع السلامه